بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالسادة المشاهدين. إطلالة جديدة في حال البلد تأتيكم على الهواء مباشرة. تأخرنا عليكم، كنا في انتظار مدير شركة أمطار عشان نناقشه في موضوع الشتول اللي جاءت من الإمارات والعاملة ضجة في الرأي العام هذه الأيام، لكن السيد خالد اعتذر قبل قليل عن الحضور. على العموم عندنا العديد من الفقرات، هنالك أهم أخبار البلد مع حسام البكري، ووصل صوتك، وضيف الصالون اللي حيكون معنا السيد عوض حمودي، لكننا نبدأ بأهم أخبار البلد وحسام البكري. حسام مرحب بك. مرحب بك أستاذ الطاهر وشكرا لك، والآن مباشرة إلى أخبار البلد. نبدأ أخبار البلد بالخبر الذي تم تداوله اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت الشرطة والأجهزة المختصة صباح اليوم بتطويق عقار بمنطقة أركويد بالخرطوم إثر وقوع انفجار بالموقع فجر اليوم. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول أسباب ذلك الانفجار والأضرار المترتبة عليه، فيما لم تصدر أي من الجهات الرسمية أي تعليق رسمي حول هذه الحادثة حتى لحظة تحرير أخبار البلد، ويتوقع صدور تعليق من الشرطة في أي لحظة للتعليق على هذا الحادث. أعلن رئيس لجنة صياغة القوانين بالبرلمان محمد الحسن الأمين إن التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني لن تسقط سلطاته الاستثنائية في الاعتقال، لافتاً إلى أن لجنة التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان ستبدأ أول اجتماعاتها يوم غد الاثنين لمناقشة التعديلات الخاصة بملحق الحريات. وأوضح الأمين في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم أن التعديلات المطروحة وضعت ضوابط قضائية للاعتقال، وحددت فترة زمنية لا تتجاوز الشهر يتم بعدها إحالة المسألة للقضاء. وقال إن الإشكالية في الدستور لم تكن حول صلاحيات جهاز الأمن، وإنما في توسيع سلطاته في القانون. طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بفتح صادر الذهب للقطاع الخاص والبدء الفوري في تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي. وأوضح وزير المعادن دكتور أحمد محمد صادق الكاروري في تصريحات صحفية عقب لقائه النائب الأول لرئيس الجمهورية اليوم بأن الفريق بكري وجه بتفعيل التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجال المعادن، وأنه طالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية. أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم قرارا بإعادة تعيين خضر جبريل موسى مديرا لوقاية النباتات في ذات الوظيفة التي كان يشغلها بوزارة الزراعة، وذلك خلفا لكمال الدين عبد المحمود. ووجه الرئيس في القرار الذي اطلعت عليه قناة سودانية 24 وزارتي الزراعة والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. نهاية أخبار البلد، عودة لك أستاذ الطاهر ولرؤية تحليلية أوسع في حال البلد.